بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، تحية طيبة ملؤها العمل والإنجاز من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورجاله الأوفياء من يواصلون البناء لإعلاء قيم الولاء والانتماء لمصرنا الحبيبة، من شيدوا عشرات المشروعات التنموية العملاقة. هذا الجهاز العريق الذي لم يكف يوما عن العطاء على مدار أكثر من 40 عاما ليتحقق الهدف الاستراتيجي من إنشائه بالمساهمة في تأمين جزء من احتياجات السوق المحلي بما يخفف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة. ومع تولي سيادتكم المسؤولية شرف الجهاز بمهام إضافية تتمثل في تحقيق نقلة نوعية بتلبية احتياجات الدولة المصرية من المنتجات والسلع الاستراتيجية والسعي لتحقيق الأمن الزراعي والصناعي والغذائي والطبي لكافة فئات الشعب المصري، وهو مقتضى من سيادتكم سيادة الرئيس تدشين المزيد من الكيانات والصروح الإنتاجية الجديدة لزيادة قدرة الدولة في قطاع الصناعات الغذائية والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وفي القلب منها الأمن الغذائي وضبط آليات السوق ودعم الاقتصاد الوطني. ومن بين تلك الكيانات شركة سايل فودز للصناعات الغذائية، والتي استمر العمل على إنشائها حتى تمام افتتاح مرحلتها الأولى بتشريف سيادتكم في أغسطس 2021. آنذاك أمرتم سيادتكم بأن يسند إلى الجهاز مهمة إنتاج وتوزيع الوجبات المدرسية المجانية لطلاب المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وبدا الأمر للكثيرين أشبه بحلم بعيد المنال، لكن في وطن يؤمن بقيمة الأحلام ويسعى لاقتحام الصعاب تحولت الأحلام إلى واقع وتحقق ما تمنيناه بفضل الله. ومنذ ذلك التاريخ سيادة الرئيس فقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات داخل الشركة، بدءا من استكمال هيكلة المصانع لتحسين كفاءة الأداء والفاعلية بما مكنها من الحصول على شهادات القائمة البيضاء والأيزو العالمية، والتصنيع المستدام لحوالي 500,000 طن سنويا لمنتجات متنوعة، مرورا بتنفيذ العديد من التعاقدات المحلية والعالمية من خلال تصدير منتجات الشركة من المكرونة والبسكويت ل13 دولة عربية وإفريقية، انتهاء بتحقيق أعلى معدل توزيع وجبات تغذية مدرسية على مستوى العالم، مما استحق حصول الشركة على درع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تم إنتاج وتوزيع 600 مليون وجبة مدرسية خلال العام الدراسي المنصرم 2021-2022 لإجمالي 13.5 مليون طالب وطالبة لأبنائنا الموجودين بالمدارس، وإنتاج وتوزيع ما يقرب من 500 مليون وجبة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي وفق منظومة حوكمة وميكنة إلكترونية بالتعاون مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص المصري المنتجة لأصناف التغذية المختلفة، وبإشراف من المعهد القومي للتغذية وهيئة سلامة الغذاء، تساهم في إمداد أبنائنا بأكثر من 30% من احتياجاتهم اليومية من البروتين والسعرات الحرارية. السيد الرئيس، نتشرف اليوم مجدداً بافتتاح سيادتكم للمرحلة الثانية لمدينة سايل فودز الغذائية بعد نجاحها في تلبية كافة متطلبات التغذية المدرسية والأسواق المحلية والتصدير من المنتجات التي يتم تصنيعها داخل الشركة. رغم يشهد العالم حالياً من نقص في السلع الأساسية وتعطل لسلاسل الإمداد الغذائي وارتفاع الأسعار وتحديات تواجه النمو الزراعي من التغير المناخي، وبمثل تلك البصيرة السياسية والخطى الاستباقية أمكن لمصرنا الحبيبة أن تخفف من حدة تلك الأزمات وأن تسهم عبر شركات الجهاز المتعددة في الحد من الممارسات الاحتكارية وتوفير الكثير من السلع الرئيسية بأسعار تنافسية نسبية وبجودة تليق بشعب مصر الكريم، مع توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة لكوادر القطاع المدني. وتبرز الأرقام في سايل فودز حجم الإنجاز بعد مرور عام ونصف من افتتاح المرحلة الأولى، حيث تم إنشاء مصنع للألبان ومنتجاته ومصنع الحلاوة والطحينة ومصنع للبسكويت، هذا بالإضافة لمحطة استرجاع المذيبات والتي تساهم في الحفاظ على البيئة وتوفير حوالي 60 مليون جنيه سنوياً من استهلاك المذيبات، ومعمل مركزي لفحص العينات. سيادة الرئيس، رُعي في تنفيذ مشروع مدينة الصناعات الغذائية سايل فودز بمرحلتيه الأولى والثانية
فكرة التكاملية المتبادلة التي تعتمد على الاستفادة من المشروعات الزراعية المنفذة بجنوب الوادي وخاصة لسلعة القمح، ومشروعات الإنتاج الحيواني والألبان بالنبارية والسداد، في الحصول على المواد الخام الأساسية اللازمة للتصنيع الغذائي داخل سايل فودز لإنتاج أصناف المكرونة والمخبوزات ومعلبات الألبان والأجبان، لتحقيق العائد الاقتصادي المنتظر وتعزيز الأمن الغذائي المصري في إطار الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية. سيادة الرئيس، اسمحوا لي سيادتكم أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيادتكم على دعمكم المتواصل والمستمر ومتابعتكم الجادة للجهاز التي كانت وما زالت تضيء لنا طريق النور والأمل والتفاؤل نحو مستقبل أفضل لشعب مصر العظيم. وأنتهز هذه الفرصة وأتقدم بالشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة وأجهزتها المختلفة على متابعتهم ودعمهم لمشروعات الجهاز. سيادة الرئيس، نجدد العهد بأن نظل الزراع القوي لتحقيق آمال مصر التنموية، وأن نرقى بمستوى الإنجازات مهما كان حجم التحديات، وأن نشيد المزيد من المشروعات محققين تطلعات شعبنا نحو حياة كريمة لأمة عظيمة. وفقنا الله وكلل مسعانا بمستقبل أفضل لشعبنا العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الأبي من كل مكروه وسوء، وحفظكم الله سيادة الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.